الإدارة السابقة التي أبرمت الاتفاق بينها وبين إيران زائد القوى الأوروبية وروسيا والصين أن تأخذ في اعتبارها ذلك البرنامج ما يحاول الآن الإدارة الحالية تداركه وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع كل المشكلات والتهديدات التي تمثلها إيران على الساحة الدولية وعلى الساحة الإقليمية ولجيرانها هذه المطالب معروف مسبقا انها سوف تلقى رفض من النظام الحالي لان ايديولوجيه النظام الحالي هي معروفه والمنطلقات التي ينطلق منها النظام الحالي الموجود في طهران هي معروفه فاذا ما البديل؟ البديل هو التصعيد، امريكا تريد ان ان تضع شروطها لترفضها ايران لتصل الى مرحله التصعيد او بين قوسين مرحله تكسير العظام، مزيد من الضغط، مزيد من العقوبات الاقتصاديه، مزيد من التعجيز عن النظام الحالي يؤدي الى الضغط والضغط والضغط ثم الانفجار في الداخل الايراني حتى يمكن ان نصل الى مرحله سقوط النظام الحالي والتخلص منه، هو يعني بديل عن الحرب، لا. لدينا خيارين سيد فراس لا ثالث لهم في التعامل مع ايران، مزيد من الضغوط والضغوط في محاوله للتغيير من الداخل. أو خضوع إيران أو الحرب الشاملة ليس لدينا استراتيجيات أو اختيارات أخرى لأن النظام الإيراني لم يبدو أي مرونة في التفاوض مع الولايات المتحدة وهو ماضي في مزيد من العدوان ماضي في مزيد من التعدي على الدول وماضي في مزيد من سياسة عدم الاستقرار وزعزعة المنطقة فماذا ينتظر من الولايات المتحدة أن تفعل حيال ذلك؟